السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم إن شاء الله نشترك معكم كيف ما وعدتكم الطريقة ديالي في تحضير الخميرة البلدية. نتمنى إن شاء الله تعجبكم. طريقة سهلة. في الأول منين خديتها، كنت خديتها من عند واحد الشيف فرنسي. المكونات اللي كنحتاج هو نص غدا ناخد ديال دقيق ديال الشعير، وممكن نعوضه إما بلا فارين دو سيغل ولا لا فارين دو سيغل ولا لا فارين دونج، اللي هي ديال بالنسبه للبنات اللي عايشين هنا ديال الشعير. وهنا عندي هنا الدقيق اللي عندي هنا، الدقيق الكامل هذا ديال المغرب، استعملت ديال المغرب، ولكن ممكن تستعملوا حتى ديال هنا، يعني يكون دقيق كامل بالنخاله ديالو كيف ما وريتكم. بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنا، يعني الا شريتوا لا فارين كومبليت تيب 150 راها كافيه باش نحضروا بها الخميره البلديه. وباش حضرتها انا غير بالعسل، كاين اللي كيديرها بالتمر. المهم انا تبعت الطريقه في الاول، هذاك الشيف كان قال نديروها بخميره بالعسل، انا درتها بالعسل، يعني خديت معلقه ديال العسل. وهنا عندي الماء ديال لو دو سورس، يعني الماء ديال العين، باش نصيبت. اللي ما عندوش الماء ديال العين يقدر يستعمل غير الماء ديال الروبيني، يغليه غير كيغليه كيوضعو، غير كيغليه ملي كيبرد كيوضعو في الثلاجه، ومن بعد كنوضعوه هنا في هاد الجره ديال الطين الا كانت عندكم. الا ما كانتش عندكم ماشي مشكل، كديروا غير شي قرعه ديال الزاج. بسم الله، كنوضع واحد القدر وكنحاول نخلط مزيان. في المره الاولى كنديروها، انا دائما كنفضلها تكون جاريه شويه، صافي. كيف ما كتشوفوا معايا العمليه سهله جدا، غدا غير نخلط هكذايا حتى كيتخلطوا مزيان هاد المكونات. هنا غنزيد شويه ديال الماء، ومن الاحسن تستعملوا شي صلاديه ولا شي اناء ديال الزاج ولا ديال العود، باش بالاحسن باش ما يطلقوش لكم بحال دابا البلاستيك يطلق المكونات اللي غير مرغوب فيها في هذه الخميره، باش تبقى الخميره بلديه 100%. المهم وملي خلطتها دابا، ملي وجدات الخميره، انتما دابا صافيها هي وجدات بحال هكذا، صافي كنغطيوها وكنبقاو كل نهار كنزيدوا لها واحد القدر ديال الماء وواحد القدر ديال الدقيق، يعني اي دقيق، لا فارين كومبليت ولا الدقيق ديال الزرع عادي. كناخذوا تقريبا بحال كنوكلوها كيف ما كنقولوا، يعني كنحيوها كنجدوها كل نهار. انا ما استعملتهاش المره الاولى، لان هذه هي الطريقه باش كيجيك الخبز ناجح من المره الاولى، يعني كاين اللي كيستعملها على 3 ايام كيستعملها، انا هذه الطريقه اللي كنت شفت اسبوع عاد كنستعملها. هادشي اللي درت انا، داكشي باش نجح ليا الخبز ما شاء الله المره الاولى انجح. يعني كتبقاو كل نهار، صافي كل نهار كتضيفوا شويه ديال الدقيق وشويه ديال الماء، شويه ديال الدقيق شويه ديال الماء، يعني كتنوضوا الصباح صافي كتزيدوا بحال هكا شويه ديال الماء وشي ثلاثه ديال المعالق ديال الدقيق، وكتعاودوا تغطيوها وكتخليوها حتى كتوجد على اسبوع. وها هي الخميره البلديه، كتكون على هذا الشكل. ودابا هاد القرعه هادي العبار ديالها 9 سنتيمتر، انا دائما كنهز من العجينه النص ديال هاد القرعه هادي، القياس ديال النص ديال هاد القرعه. دابا انا غادي نوضع اول حاجه، غنوضع هي الخميره البلديه الاولى، هانتوما كيفاش كتكون، نتمنى يكون كلشي واضح باش ما نعطلش عليكم بزاف. غادي ننزلها كامله ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا، صافي وضعت هذيك الكميه كامله اللي كانت عندي ديال الخميره. ها نتوما، ها هو استعملت سباتول باش حيدت كلشي داكشي اللي كان. ها نتوما، ها هو دابا البخوا. بسم الله، دابا غنبدا نعجن باش ما تسمعوش الصداع.
كيف ما كتشوف معايا الله درت الراس هذا كيسرع اكثر ملي كتكون العجينه جاريه. من بعد من غادي نقصح العجينه غادي نستبدلو بالاخر بالنسبه للناس اللي عندهم العجانه. صافي دابا غادا نزول الخميره اللي غنستعملها ان شاء الله اليوم الثاني. كما كتشوفوا معايا غادا ناخذ النص ديال هذه القرعه، يعني القياس ديالي انا مولفه القياس ديالي كناخذ حتى لهنا كيف ما قلت لكم. كيف ما كتشوفوا معايا صافي انا خديت دابا هاد القدر هذا بان لكم مزيان كي النص ديال القرعه. صافي دابا غادا نسدو غتشوفوا ان شاء الله دابا من هنا لغدا فين غتوصل. صافي دابا هاد الدقيق اللي بقى غادي نضيف ليه هنايا زريعه القرعه وزريعه ديال نواه الشمس، وغادا نزيد غير شي شويه ديال الدقيق باش غنزيد نتقل غير شي شويه العجينه لان انا كنديرها مرخوفه. هنا غنضيف معلقه ديال العسل، هادي كيبقى اختياري غير باش يتحمر يجي محمر زوين. وغادي نضيف الملحه، الملحه كتبقى على حسب الذوق. صافي ودابا غادي نعجنو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا ولات على هذا الشكل مطلقه واحد شويه، ولكن غنزيد واحد شويه ديال الماء باش نزيد نطلقها مزال كيجينا الكاليتي ديال الخبز كتجي مزيان، الجودة ديال الخبز كتجي مزيان. نزيد غير شي شوية ديال الماء. ومن الأحسن إلا بغيتو الخبز يجيكم زوين إلا كنتو غتعجنو بالعجانة، من الأحسن خليوها ترتاح ونبقاو كل مرة نرجعو ندوروها واحد شوية، منها الماكينة كتبرد يعني العجانة كتبرد، ومنها الخبز كيجينا زوين كيجينا مدلوك مزيان. صافي هذه هي اخر مرحله، كنضيفوا شويه ديال زيت الزيتون وكنعاودوا نعجنوها حتى حتى كتعجن مزيان. صافي وكنوضعوها في واحد الاناء وكنغطيوها مزيان وكنخليوها يعني 3 سوايع الا كان المطبخ سخون كتخمر، وكنقرصوها وكنعاودو نخليوها تخمر ساعة كتوجد ساعة يعني كيخمر الخبز وكنطيبوه. كيف ما كتشوفوا معايا صافي ها هي دابا سالات، هانتوما كتكون خفيفة العجينة كتكونش ثقيلة كتكون على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا. صافي دابا غادا نغطيها ونخليها تخمر ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خمرات العجينه مزيان ها هي، وممكن نخليوها تخمر اكثر من هكذا. ها نتوما كتولي هكذا على هذا الشكل، شفتوا كي كتولي. صافي دابا غنعاود ننزلها وغنشكل منها خبيزات ان شاء الله. غنقرصها بالسميده هاد المره. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كنحط حدايا واحد شويه ديال الماء لانها العجينه مرخوفه شويه، كندير ايديا في الماء وكنشكل الكويرات على هاد الشكل بالقياس اللي بغيتو. كنوضع هكذا في السميده، نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا الخبيزه. صافي بما ان هاد العجينه كتكون شويه مرخوفه يعني من الاحسن نقرصوها في اللاطه يعني ديريكت في اللاطه، وملي نبغيو نطيبوها ما نحولوهاش لان العجينه كتكون مرخوفه بزاف. يعني باش كنحصلوا على ديك النتيجه ضروري كنخدموها بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غدا نحطها هنايا، ما كنقرصوش بزاف غير شي شويه لان الخبز ديال الخميره البلديه من الاحسن ما يتكرش بزاف.
هانتوما نوريكم كل شيء حتى الطريقه. غنقرصها غير شي شويه بحال هكذا صافي. يعني هاد المره درت هاد الخبيزات شويه كبارين، شي مرات كنديرهم صغار من هكذا صافي. غنستمر بنفس الطريقه وغدا نخليهم يخمروا ان شاء الله في واحد البلاصه يعني تكون شويه دافيه تقريبا ساعه. كناخذ واحد زلافه ديال الماء سخون، هذه ملي كنكون زربانه يعني زلافه ديال الماء الساخن يعني طايب كيف ما كنقولوا، وكندخلوا الفران وكندخل لاطات ديالي كاملين وكيخمروا دغيا. وكيف ما كتشوفوا معايا دابا ها هو صافي طيبتو الخبز، والخميره البلديه قبيله كانت واصله كانت غير هنايا، وريها لكم مزيان قبيله كانت واصله غير هنا، دابا ما شاء الله خمرات. دابا هذه ان شاء الله واجده اليوم التالي، والخبز كيجي هكذا. يلا باقي سخون، يلا خرج من الفران. هذه هي النتيجه ديال الخبز ديال الفينو، ها انتما كي كيجي من الداخل. نتمنى من الله ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتجربوا الخميره البلديه، راه كيجي الخبز لذيذ بزاف وما تجي فيه لا ريحه لا والو. الى عندكم اي سؤال اي حاجه ما فهمتوهاش كتبوا لي تعليق ان شاء الله نجاوبكم. والى وصفه جديده ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.